اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. مسك ختام الحلقة ومسك ختام الاسبوع دايما بتبقى فقرة السوشيال ميديا، كوكتيل المشاعر ما بين الاحزان والافراح والمفاجآت والغرائب والطرائف والعجائب، على رأي جلال علام في البرنامج الشهير بتاعه مواقف وطرائف، الصديق العزيز الكاتب الصحفي مدير تحرير الوطن استاذ سامي عبد الراضي. مساء الورد. مساء الفل استامر، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ والله بخير، كله تمام الحمد لله. ولا يعني اغفل اشاداتي بالشياكه، انت عارف انا فيستاتي قديم، فاي حد يرتدي الفيست انت الفيست بتاعك تريد مارك. تريد مارك، فاي حد يلبس ياخد حته من قلبي. انا فاكر مره كان باسم يوسف عمل عليك جيم، عمل عليك كل شو، كل ما يتزنق يطلع الفيست بتاعك. يطلع الفيست. انت ابو الشياكه كلها. ربنا يعزك يا حبيبي، ده بس اتعلم منك ده من ذوقك يا حبيبي، ربنا يكرمك. قول لنا بقى النهاردة السوشيال ميديا يموج بإيه؟ نعم، السوشيال ميديا اليوم يموج بواحد من المعشوقين، واحد من عمالقة هذا الزمن بإنسانيته. صحيح. وبتواضعه وبأدبه وببساطته وبهدوءه وبجماله. صحيح. وبأصله الطيب. بنتكلم عن الفنان الراقي هشام سليم رحمة الله عليه. هشام سليم اللي صبر على المرض سنة ونصف، كان أيامه الأخيرة مزيج من العزلة ومزيج من قراءة القرآن الكريم، ده اللي كان عليه نهج هشام طوال فترات المرض الأخيرة. صحيح. وقد إيه هو كان صابر، يعني أنا أستاذنا الأستاذ الشاعر العظيم جمال بخيت كان كاتب النهاردة أنه هو كان متواصل معاه، أستاذ يوسف الفخراني قال إن هو كان بيزوره، وجمال برضو قال إن هو كان بيزوره، كان صابر ومسالم ومتزن نفسيا ورجل عادي وبسيط. صحيح صحيح. الدكتور ياسر ثابت كتب إن هو كم كان متواضع هشام سليم، وكم كان من نسل طيب، يعني هو شبيه، حد من حبايبي دلوقتي قال لي إن هو شبيه في طباعه وفي خصاله من كابتن صالح الله يرحمه. ورث منه ورث منه كتير، من شخصيته كتير. طب في مفاجأة النهارده قالتها لي الفنانة نهال عبر في التليفون في بداية الحلقة وأنا بتكلم في رثاء هشام سليم. أنت عارف نهال عبر يعني متولية الملفات دي بشكل كامل، وكانت مع هشام خلال الأيام الماضية عضو مجلس نقابة. طبعا. فاجأتني مفاجأة، قالت لي إنه امبارح قال لهشام سليم الله يرحمه للمحيطين بي انا ماشي يوم 22. يا الله يا الله، حاجه يعني. طبعا سر الساعات الاخيره بتاعت استرداد الروح دي لا يعلمها طبعًا الا ربنا سبحانه وتعالى طبعًا، واللي استردت روحه، لكن طبعا يعني مفاجاه كبيره قوي، لانه كل المقربين منه امبارح قال لك قال انا ماشي بكره، انا ماشي طبعًا يوم 22. سبحان الله، يعني في الجنه ونعمها. سبحان الله. مفيش حد في مصر النهارده ما كتبش عن هشام سليم. وكتب في حب هشام وتواضع هشام وزمالة هشام ونبل هشام. صح. انا يمكن اخترت لك حاجتين لسيدتين عظيمتين، واحدة مصرية والتانية مش مصرية. الاولى هي ماجدة الرومي المطربة المحبوبة والجميلة، واللي كانت كبيرة طبعا، واللي كانت مع هشام في عودة الابن الضال. انا اخترت بس مقطعين من مقال مطول هي كتبته، قالت فيه: أرحلت أنت أم رحل إلى الأبد معك بعض من قلبي الطفولي؟ أيجب أن أترحم عليك وأنت يا زميلي وصديقي في حضن الرب، أم أترحم على من تحرقه دموعه عليك اليوم؟ هشام أيها العزيز الغالي غلاوة العمر، الساكن أضلع القلب منذ زياك الزمن الجميل، زمن الخالد يوسف شاهين، حتى نلتقي على دروب السماء، تفضل بقبول محبتي الصادقة ودمعتي الموجعة، ولتفضل أهلك الأكارم وكل قلب يحترق على رحيلك اليوم بقبول عزائي الآتي إليهم من أعماق فؤادي ببالغ التأثر. ماجدة الرومي. دي العظيمة ماجدة الرومي. مفيش أصدق من دي كلمات الحقيقة. شريهان شاركته في كثير من الأعمال، ميت فول وكريستال، وأعتقد شارع محمد علي كمان. طبعا مسرحية الخالدة شارع محمد علي. طبعا. سلام على الدنيا إذ لم يكن بها صديق صدوق صادق، ولكن عزائي أني كنت معك وكنت معي وأخذتك في قلبي وحضني طويلا في الأيام القليلة الماضية.
ارحل يا توأم عمري النقي الصادق الأمين الملتزم المحترم الجميل. ارحل يا صديقي زميلي شقيقي، ارحل يا حبيبي، لكنك لم ترحل مني أبدا إلى الأبد في قلبي وروحي وتاريخي، وسنلتقي. الله، يعني أنا ما لقيتش أجمل من كلام ماجدة الرومي ومن كلام أحسنت شريهان، الاختيار والله يا أستاذ. علشان نودع هشام سليم، مثل هشام لا يرحلون. وعايز أقول لك حاجة يا أستاذ سامي والله، وأنت بتقول هذا الكلام والواحد بيتابع على مدار اليوم كله تأثر وحزن الملايين في الشعب العربي كله على رحيل هشام، والله الواحد يعني ينفع تغبط ميتا. انا اغبط هشام نعم، سليم صحيح، وهو الان بين يدي الله. صحيح، ان الواحد يحب جدا انه لما يرحل عن هذا العالم لا يلاقى الا بمثل هذه المشاعر وهذا الحب، ده يكفيه جدا جدا طبعا. جدا. فغبطة لهشام سليم ولتستقر روحه في السماء. يعني يمكن في مثل في الريف وداير في الكل هتلاقيه وصل للمدينة، يقول لك يعني اللي يحب ربه بيحب فيه عبده عبده او او خلقه، خلقه، صح، واخد بالك؟ فانا شفنا النهارده مظاهره حب طوال اليوم، صحيح. مفيش حرب به اساءه ولا شماته لهشام. رغم حتى انت تعرف يا استاذ سامي انه ده برضو غريب، لانه هشام سليم الله يرحمه كان عنده بعض المواقف المختلفه شويه اللي ممكن جدا تختلف معاها في الحياه، طبعا، لكن شوف رغم الاختلافات دي لكن يجبرك على حبه واحترامه، طبعا، شيء ممتع. ما هنا هو ده اللي تعلمه من من والده صالح من سليم، صالح سليم، صحيح، عليهما رحمة الله، اللهم في آمين. الجنة ونعمها. ربنا يرحم الأستاذ هشام، هذا الرجل الجميل اللي احنا صحيح افتقدناه النهارده. صحيح طبعا في كلام عن الفن بعد شوية، بس انا في ناس ما ينفعش احط جنب هشام سليم، لا ولا يبقى ينفع اتكلم افصل لازم افصل بحاجات تانية كتير افصل عشان نوصل له في الآخر كده نختم بيه. اوصل. تمام. في حاجة جميلة جدا، شاب جميل، هو مدرس، كان مدرس، وبعد كده سبحان الله اليوم اللي جه فيه قرار تعيينه أستاذ في جامعة اسكندرية، كان شغال باليومية بيشيل طوب على كتفه. خبر ابيض. ده تحية ليه الدكتور رائف صلاح، هو في لحظة تجلي وصدق. ربنا مش بيدي حد لأي حاجة يعني، إلا إن كان النوايا صادقة أكيد أكيد ورائعة وجميلة وفي صفاء في السريرة. هذا الشاب قال لك، هو نشر صورتين، صورة وهو عامل باليومية. ورينا الصورة. يا ريت. هي يا دي نهار الصورة. أبيض، تخيل تخيل، ده الدكتور رائف صلاح. سبحان الله سبحان الله. اقلب بقى الصورة. يمكن في اللحظة دي وهو هنا استاذ في كلية التربية بجامعة اسكندرية، حط الراجل الصورتين، قال لك انا في اليوم اللي جه فيه جالي تليفون ان انا عينت في جامعة اسكندرية، كنت شغال بشيل رملة وطوب واليومية ب20 جنيه. تحية لهذا المكافح، وتحية لكل مكافح في بلدنا المليئة بالمكافحين الطيبين الرائعين. تحية يا دكتور رائف. رائف مش لوحده، في ناس كتير يا استاذ تامر. طبعا طبعا الحقيقه الصوره دي فيها حاجتين يا استاذ سامي مهمين جدا جدا، وزي ما احنا اتفقنا انه فقرتنا مش بس للتسليه وان احنا نشوف طبعا مفارقات الحياه، شفنا لا ماجد، ان احنا نتعلم، يعني لازم ناخد دروس وعبره يعني لاولي الالباب. الموقف اللي حضرتك ذكرته ده والصوره اللي انا شفتها دلوقتي واللي منزلها الدكتور رائف بنفسه فيها ملمحين. ملمح الاول انه بجد هذا هو شعب المكافحين، صح، يعني اذا كان يقال على الشعب المصري وصف فهو شعب مكافح مناضل، ودي سمة يعني لازم نفتخر بيها عند كل ابناء الشعب طبعا المصري، انه لا ما يستعرش من الشغل وما يستعرش من شكل الوظيفة، صح، ولا نوع العمل اللي بيقوم بيه، المهم ان هو يصرف على نفسه وعلى من يعول. طبعا فدي نقطة طبعا مهمة قوي تضاف للدكتور رائف ولكل المصريين. الملمح التاني او الملحوظة التانية اللي عجبتني قوي انه مين اللي منزل الكلام ده؟ هو الدكتور رائف نفسه. يعني مش لما تعين قال لك بقى ايه ده انا اشيل الصور الحق مش عارف ايه ده انا الدكتور دلوقتي في الجامعه ولا المعيد في الجامعه ولا البريستيج ولا بتاع، لا ده هو نفسه اللي منزل الصوره قبل وبعد بيفور اند افتر علشان يقول ان كفاحي ده هو اللي وصلني للمنصب ده. احسنت فالحقيقه ده معناه ان هو اولا عنده رضا وتصالح مع النفس يحسد عليه وثقه بالنفس غير طبعا عاديه. طبعا ده انا يعني بجد بحسد الناس دي وبحب
ان هم يبقوا نماذج لكل طبعاً. حد اوعى تستعر من اللي انت بتعمله صح. ويوم ما ربنا يوصلك اوعى تنسى ماضيك. ماضيك الماضي يشرف طبعاً. ماضي طبعاً. دكتور رائف، ويمكن مظاهرة الحب اللي لقاها من زمايله ومن لازم. الطلبة بتوعه وما اقولكش عاملة ازاي. تخيل رسالته الصغيرة دي هتأثر في الكل. اي صح. حد يقرأ ويتابع وحط الصورتين في دماغه اكيد مش هيروحوا من باله. انا ولا ما كنتش اعرف الحقيقه الواقع لحد ما حضرتك ذكرتها، بس انا انطباعها عندي دلوقتي مش عايز اقول لك، يعني اداني طاقه. انا البطاريات اتشحنت. فتخيل كل الناس المفتقده لهذه الطاقه هتشحن. احسنت. في برضو هنروح من اسكندريه لصوره حلوه كمان. شاب برضو هو باحث وخد الدكتوراه اسمه احمد فكري عبد الغفار، ده من سوهاج. وهذا الشاب الجميل بعد حصوله على الدكتوراه مباشرة نزل من على المنصة او من على المسرح اللي ناقش فيه الرسالة من وسط جنب الدكاترة، وقبل يد والده قال له انت صاحب الفضل. فتحية لهؤلاء المحبين. هنا الصورة. ويا سلام جمال الصورة كمان طبعا. ان والده واضح ان هو من البسطاء، يعني من الناس اللي هي يستحق فعلا تقبيل لان واضح انه شقي لحد ما وصل ابنه للحاله دي. طبعا هو هنا في اكتر من رمز واكتر من رساله، فكره الوفاء، فكره الحب اللي ما بين الاب وابنه، فكره ان هو عايز يفرح ابوه. هنا الشيء المهم جدا، هذا الرجل جه بزيه اللي بيفخر بيه كل مصري. طبعا الجلباب الصعيدي واللاسة الصعيدية. واللاسة الصعيدية والتلفيحة اللي لابسها عمدة كده، جاي كده منور وبيبرق. صح. كل التحية حاج فكري، وأحسنت التربية، وربنا يبارك لك في أحمد وأولاد أحمد، ومبروك عليكم الدكتوراه، ونورتنا ونورت النهار كمان إنك ظهرت معنا هنا. صح. وقيمة مهمة كمان قوي لازم نأكد عليها دلوقتي، لأنها مش هقول غايبة بس يعني بتزك شوية، دي قيمة البر. طبعا. يعني قيمة ان انت لما تكون ابن وتوصل لهذه المكانة وتوصل لقمة المجد، مهم قوي انه يبقى عارف انه صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. الراجل اللي شقي وتعب وصرف وشاف الويل لحد ما وصلك لهذه المرحلة، وان انت لا تستحي انه امام الكاميرات وامام الناس طبعا. معالي الدكتور الكبير تنحني وتقبل يد والدك. ده ينحني ويقبل يد ويشيل والده على كتفه. طبعا. هذا الاب اللي رباه احنا عايزين نرسخ القيمه دي بقى عند الاجيال اللي بناه طول عمره. طبعا. ما هو لولا هذا الرجل الجميل ما كنتش هتشوف احمد. أكيد. لولا اهتمام الاب ورعايته وتربيته وشقى السنين اللي شقيه ما كناش هنشوف احمد على هذه المنصه. مليون في الميه. هنروح الاسكندرية تاني. روح الاسكندرية. الاسكندرية. روح الاسكندرية. في فنان مصري جميل بيغني تمام، فهو عنده حفلة في اسكندرية، فاحنا لقينا في غضب من بعض اهل اسكندرية او ناس. بس هو محمد رمضان عشان ما بقاش لغز يعني. لا مش لغز طبعا، احنا محمد كل الناس تابعت طبعا محمد رمضان. فوجئ ان في ناس معترضة على وجوده في اسكندرية. المفروض ان تم الاعلان من قبل شركة منظمة للحفلة انه في بداية شهر اكتوبر سيقام حفل غنائي. تعرفين محمد رمضان بيعمل حفلات فنية واستعراضية بخلاف تمثيله، هيقام حفل غنائي في الاسكندرية يحيي محمد رمضان. بعد هذا الاعلان على مدار العشر ايام او الاسبوع اللي فات طلع بعض الكلام وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة الى اهالي اسكندرية بتقول انه اهل اسكندرية لا ترحب بمحمد رمضان، وانهم لا يرحبون بهذا الحفل، وانه بيعملوا ضغط شعبي لالغاء هذا الحفل من اسكندرية. تمام. ده اللي حصل على مدار ده اللي حصل على مدار اسبوع. وبعدها محمد رمضان طلع بفيديو امبارح او اول اعتقد امبارح كان امبارح امبارح قال فيه ان في محافظ الشرقية السابق بيدعم هذه الحملة، ويقول ان انا مش هقدر اروح اسكندرية، انا نازل اسكندرية دلوقتي على طول. وراح اسكندرية وشفنا ورونا الفيديو. طيب اللي بيكلم عنه الاستاذ سامي ده صوته صورة كده. خير عليكم جميعا. السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة اسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان، والجرائد الرسمية المصرية بتدعم حملة اسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان، والشركة المنظمة للحفلة بيع 70% من التذاكر، مع ان الحفلة كمان 17 يوم لسه بدري.
فحلوه سياده المحافظ. انا اتقال لي اسكندريه لا ترحب بك يا محمد رمضان، هقوم البس دلوقتي وانزل اسكندريه. وربنا يقدرني وادخل جوه كل منطقه في اسكندريه النهارده. اتاكد. هل سيادتك لما الشعب بيطلب حاجه هتعمل زي النهارده وتنزل الشارع وتسال الغلابه؟ تقول لهم انتوا فعلا زعلانين من ده ولا لا؟ انا سمعت ان اسكندريه لا ترحب بيك وحضرتك بتدعم الحمله، انا نازل لاسكندريه دلوقتي على رجلي من غير بني ادم حراسه. دي رساله الفنان محمد رمضان لدكتور رضا اللي كان محافظ شرقيه في وقت من الاوقات. طبعا انا هقول رايي. انا قبل بس الراي، لانه انا في حته مع يعني قصه محافظ الشرقيه السابق دي قصه لا تخصني، دي مسائل دلوقتي ان هو دلوقتي مش مسؤول. صح. فدي قصه تعني محمد رمضان مع السيد رضا محافظ الشرقيه السابق، لكن انا توقفت بس قدام جمله في النص اللي قالها، قال لك انه الجرائد الرسميه المصريه تؤيد الحمله اللي ضدي. وانا مش عارف ده جاب الكلام ده منين. هو مفيش جورنال نشر حاجه. جورنال انا بيتكلم عن جرائد رسميه. أيوة يعني. عمر ما انا بقول لك محمد، لا لا لا. قبل ما نتكلم في اللي انت عملته، الصحف القوميه مش هتنساق لمعركه عمرها ما تعمل كده، لا مع ولا ضد، لا لا لا، ولا 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 كثير من الصحف المستقله ولا المواقع. طبعًا. هي ممكن تكون بعض المواقع اشتغلت على القصه دي طبيعي. تمام. اولا انا هتكلم بصراحه، سواء بنحب او بنكره شغل محمد رمضان، اسكندريه عددها اعتقد 3 مليون، اللي طلعوا دول 50 60 100 1000 2 3 10 ان شاء الله حتى 100,000، مش من حقهم يفرضوا صوتهم على اهل اسكندريه ولا يتحدثوا بصوت اهل اسكندريه نهائيا. تمام. تمام. اللي عايز يروح الحفل اهلا، اللي مش عايز يروح اهلا، اللي عايز ينتقد رمضان اهلا، اللي عايز يدافع عن رمضان اهلا وسهلا. ده بالنسبه للناس اللي عملوا الحمله. كويس. بالنسبه لمحمد رمضان والفيديو اللي احنا شفناه، فيديو انا شايف ان هو لا يليق بفنان مصري. ما شفناش حد في مصر بيشتبك كده مع الجمهور وداخل بصدره وبيعمل بيستعرض بهذا الاداء وهذه الالفاظ، ما ينفعش. والحقيقة اللي بيقوله يا استاذ سامي ده نتج عنه المشهد اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي في الفيديو. هو محمد نزل فعلا وخد عربيته وطلع على اسكندريه، وقرر انه يخش واحده من المقاهي الشعبيه في اسكندريه في احد الاحياء الاسكندرانيه، فحصل اللي حصل قدامكم بقى. مش هقدر اقول ان تم زي ما كتبت بعض المواقع انه تم طرده من المقهى او من القهوه، لكن حصل جدل وحصل بعض المرحبين وحصل من طبعا بعض غير المرحبين، ادى في النهايه الى انه اضطر للخروج بعد ما حصلت الجمهره دي والمشاكل دي وبتاع، واصوات تتعالى وبعض الشتائم وبتاع. انا عشان كده انا قافل الصوت في الفيديو لان فيها بعض الشتائم والالفاظ غير المناسبه للاذاعه. فاضطر محمد بعد دقائق من وجوده في المقهى وامام اللبش، اذا جاز التعبير يعني اللبش اللي حصل ده، انه يغادر المقهى عشان ما يحصلش تطور للاحداث اكتر من كده. يعني الحقيقه ان المشهد مسيء، وما كنتش احب انه يحصل. والفيديو اللي هو عمله اللي انا نازل دلوقتي عشان اشوف بقى مين اللي مش عايزني ده وبتاع، ايضا ده كان فيديو طبعًا. انا ما كنتش احب ان محمد يعني رمضان يعمله. ما حدش ينكر ان هو له جماهيريه ومحبوب طبعًا. ومؤثر وافلامه فيها بتتشاف وبتتشاف وتشاف حلو وبيعمل ايرادات. هو كل اسبوع له مشكله، كان الاسبوع اللي فات له مشكله مع النجم العظيم فريد شوقي. وشفنا السيده ناهد فريد شوقي هي اللي ردت عليه وقالت له لما تتكلم عن ابويا اللي افلامه غيرت القانون وافلامه عملت كذا ولا تقارن بافلامك، بلاش تتكلم عن ابويا بهذا الشكل. لكن ده ما يمنعش ان محمد طبعا، لا بص، هو زي ما انت قلت رايك يا استاذ سامي. انا يعني انا ليا كلمه واحده بس هقولها لمحمد رمضان. ومحمد رمضان صديق وهو عارف ان انا بحبه وبعزه، وهو زي ما قال له استاذ سامي هو ممثل موهوب. هو ممثل موهوب وهو له شعبيه وجماهيريه كبيره، محدش يقدر ينكر هذا الكلام ابدا. تختلف او تتفق معاه، لكن هو نجم كبير وله شعبيه كبيره جدا جدا وانا شفتها بعيني. لكن هي كلمتي بس ليك يا رمضان، انه حب الناس والشعبية تكتسب ولا تغتصب. صح. تمنح ولا تطلب. يعني ايه؟ يعني سيب الناس هم اللي يعبروا لك عن حبهم، مش انت اللي تنزل تقول لهم وروني حبكم ليا. سيب الناس هم اللي يقولوا احنا بنقدر محمد وبنحب محمد وحاطينه في مصاف النجومية، مش تعمل لهم كده وتقول لهم سمعوني انا نجم كبير عندكم ازاي.
محدش بيشمر ويقول لهم انا نازل لكم ووروني حبكم، لانه العند ده هو اللي خلى بعض غير المحبين يتجمهر عشان يوريك عدم حبه. فارجوك اهدى وسيب الناس هي اللي تعبر لك عن حبهم، ما تطلبوش طلبا. تمام احسنت. خلينا نروح لنمبر 1. مين نمبر 1؟ محمد صلاح. اه محمد صلاح نمبر 1 في الكوره طبعا، وفي قلوب المصريين نجم مصر طبعا، ما حدش ينكر طبعا ان محمد صلاح رقم 1 طبعا في مصر يعني، او صحيح. في اخر كشخصيه عامه مصريه طبعا طبعا، هو خير سفير لمصر بره محمد صلاح، اللي خلى اسم مصر يتنطق في كل دول العالم، خلى اطفال العالم على مدار السنين سنتين ثلاثة اللي فاتوا ينطقوا اسم مو صلاح ويشيلوا اسمه ويشيلوا علم مصر ويحبوا صح. محمد صلاح وتابعوا اخباره. مشيت من شويه دي اللي مهووسه بهالاند. اه دي ربنا معاها بقى، مش حد لو هالاند بيديها مكافاه شهريه مش حد دافع عنها. دي غلطتك انت. معلش معلش محمد ولادنا صلاح برضو. ولادنا ولادنا برضو. بس هالاند جامد، وهالاند جامد هيحقق ارقام بس قياسيه. ينفع يتقال ان هو احسن لعيب في العالم وافضل من لابس كره القدم؟ لسه لا لسه لسه شويه لسه كتير. شويه لسه لسه ده هو لسه بقى له راجل 7 أسابيع في الدوري الانجليزي لسه بيخضر. لا بس هو هيكسر، هيعمل ارقام قياسيه. خلينا نرجع لنمبر 1 بتاعنا محمد صلاح. محمد صلاح في صوره حلوه قوي 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 انتشرت امبارح على السوشيال ميديا. صلاح كان جاي من بره علشان يشارك في مباراه وديه بكره مصر مع النيجر الساعه 8 بالليل. فصلاح كان راكب عربيته، شاب جميل اسمه احمد محمود، كان هو ده احمد مساء الخير يا احمد منور احمد. ده راكب ميكروباص احمد. اه راكب ميكروباص. راكب ميكروباص وحظه بقى يعني ده احلى سيلفي خده في الكون في التاريخ، واحلى ركوبه ميكروباص طبعا. فهو لقط صلاح وصلاح تفاعل معاه ولقط السيلفي العظيم ده. احمد هو موظف في وزاره الطيران المدني في شركه تابعه لوزاره الطيران، والصوره بتاعته وضحكه صلاح وضحكه احمد، واجمل ما فيها طبعا السنك ده والتوفيق. توفيق احمد ان هو يصور اللقطه وفي خلفيتها صلاح. وشوف بقى هو ده جمال النجم. يعني شوف بقى مش اللي هو ايه مش بالعافيه، لا ده خد بالك ده محمد هنا عشان بقى اصل انا بقى فكره البادي لانجوج او لغه الجسد بتفرق معاه. استاذ سامي محمد متقدم براسه عشان يظهر في الكادر، عشان يظهر في الصوره ويطلع ويتصور. يعني خد بالك واحد عادي كان حط دماغه عادي ويتصور عادي ويتصور لو كده كان ابتسم له الابتسامه اللي هي العادي، لكن لا ده طلع براسه عشان يطلع في الصوره كويس ويضحك عشان الصوره تطلع حلوه على راي احمد زكي. طبعا محمد صلاح شاب مصري عظيم وفلاح مصري اصيل. تحيه ليك يا صلاح ومنور مصر ودايما رافع راسنا ودايما جميل. وده جمال صلاح اللي مخليه في الحته دي. طبعا انا هختم بحاجه بسيطه. اتفضل. في فتاه في ادكو في البحيره اسمها ريهام محمد، دي كانت عامله لايف على الفيسبوك من اسبوع او اقل، واللايف شغال، سمعنا صراخها وسمعنا خبط على الباب. هي كانت رافضه خطوبه حد، فالحد ده جاب ناس وخبطوا على الباب في هذا التوقيت. يمكن والدها بيعاني من ضعف في عضله القلب، والراجل طب ساكت، نقلوه المستشفى مات. اوف. ريهام انا كنت متواصل معاها على مدار اليومين ثلاثه اللي فاتوا، فهي بتطالب ان الاتحاد تتحرك بسرعه وتجري بسرعه، وان النيابه العامه هو تاخد الناس اللي كانوا بتهجموا على الباب دول. واضح يعني الشاب اللي كان عايز يرتبط بيها وخبط على الباب اثناء ما هي بتعمل لايف وحصل ارتباك. اقتحموا بعد كده الباب؟ ما عنديش تفاصيل ان اللايف قطع، ولكن انا بحمل جزء من رسالتها ان يكون في تحقيق وان حق والدها ما يروحش. تمام. بس طبعا لو حصل اعتداء عليه من قبل الناس دي طبعا ضم صوتي لصوتك طبعا. بس طبعا النيابه وتحقيقاتها والطب الشرعي وتحقيقاته واخد بالك، ولكن انا بنقل رسالتها من خلال منصه حضرتك من خلال برنامجك. تمام. ان هي وده يرجع تاني، ما هو ده شكل، انا مش عايز اقارن ولا غير لما طبعًا. النيابه طبعا تخرج تفاصيل الواقعه، لكن ده شكل برضو فكره حتى لو الموضوع اقتصر على فكره انه الارهاب النفسي طبعا، والدق على الباب وترويع الامنين في بيوتهم لمجرد ان رفضتني ما رفضتنيش، صوره متكرره من الارهاب اللي حصل قبل كده على مستوى رفض الزواج، على ودي ظاهره لازم تتوقف، على نيره وعلى بسنت في الشرقيه وعلى البنت دي ظاهره استمراريه اللي قتلت في المنوفيه. طبعا ظاهره تكرارها اللي هي فكره انه بالعافيه العافيه وهعمل بالدراع، دي ظاهره لازم تتوقف ولازم الردع فيها يبقى
عنيف عشان طبعًا. الناس ترجع لاخلاقها وثباتها الانفعالي يعني. طبعا لا الشرطه بتتاخر ولا النيابه بتتاخر وكل واحد بيشتغل شغله بما يرضي صحيح. الله لان احنا بنتكلم عن ارواح هددت وفيهم من مات غدرا زي الثلاث بنات نيرة وبسنت وأماني هما الثلاثة أنا لا ماتوا غدرا. أنا فكرة تفزيع الناس دي يا أستاذ سامي هو ده الإرهاب. هو فزع هو إن أنت ترهب الناس صحيح. تفزعهم صحيح تفزع الآمنين أو تخوف الآمنين أو تستخدم البلطجة والقوة لإرهاب الناس شيء لا يمكن إن إحنا نبرره حتى مش نقبله طبعا لا ما ينفعش لك أصل ما فيش أصل لا, لا 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 ما حدش بيبرر ولا الشرطة بتتوانى ولا النيابة الحمد لله بتتوانى إحنا بس لله. قلنا نشاور على هذه القصة قصة فتاة اتكو في البحيرة وان شاء الله حق والدها يرجع وحسب ما ترى النيابة العامة وحسب ما اوردته التحريات كده اسبوعنا خلص وانا سعيد وحزين سعيد اني كنت معاك وحزين ان الفقرة خلصت اشكرك والسعادة والشرف لينا دايما ان انت بتنورنا شكرا ان شاء الله نلتقي الخميس بعد القادم ان شاء الله بجراب اخر ومفاجآت اخرى وحواديت اخرى بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الاستاذ سامي عبد الراضي شكرا استاذ شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا ارهقناكم على مدار اسبوع استمتعوا بويك اند لطيف ثم القاكم ربنا يحييني ويحييكم ان شاء الله مساء الاثنين سلام